اليوم عندنا موقع يسمى بزاوية الجبو، هذا الموقع الذي تعرض للتخريب والاعتداء بالحفر، وقد اتخذت فيه الإجراءات سابقا من قبل الفرع، وتم إحالة نيابة النظام العام الخمس. وهذا الحفر اليوم بالتعاون مع جميع مكونات في مكتب مسلاته بجهاز المكافحة، مشكورين تعاون معنا بوسيلة المواصلات للوصول لهذا المكان، اللي يوجد في مكان وعر وصعب الوصول إليه بالسيارات العادية. وبالتعاون مع مكتب الآثار مسلاتة ومصلحة الآثار الخمس، وبتأشيرة وكيل نيابة بردم هذا التخريب الحاصل في هذا الموقع، اليوم تمكنا اليوم من جمع الجهود للمحافظة على هذا الموقع بحمايته، بردمه عن زيادة التخريب أو العبث به من جديد، وليكون معلم من المعالم السياحية الهامة في مدينة مسلاتة.